السلام عليكم ورحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين. يا رب افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وادخلنا في عبادك الصالحين، ولا تشمت بنا اعداءك اعداء الدين. واشهد ان لا اله الا الله من اراد ان يحبه الله تعالى فليزهد في الدنيا، ومن اراد ان يحبه الناس فليزهد فيما في ايدي الناس. فالدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. ابن آدم لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش انسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته ازمانه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف الحقائق كلها عندما قال له سائل: اوصني يا رسول الله. قال له الحبيب المصطفى: عليك بالإياس مما في ايدي الناس، واياك والطمع، فانه الفقر حاضر، وأدي صلاتك وانت مودع. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، سيدي يا نور قلبي يا حبيب الله، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه انه بشر، وانه خير خلق الله كلهم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وكفى بالله حسيبا. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 68 انتقل بحضراتكم الان الى قاعة محاضرات استاذ الانسانية الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العظمى سيدنا محمد، لأواصل الحديث عن مواصفات العلماء العاملين. العالم العامل قيادة وقدوة، والعالم العامل من اخص خصائصه ان يخشى الله وحده، والعالم العامل من صفاته ان يكون طاهرا نزيها،
ونحن اليوم مع خشية الله بعدما بينا اثر القيادة والقدوة فيما مضى. خشية الله الا يخاف الانسان الا خالقه. فغير الله لا يضر ولا ينفع ولا يقبض ولا يبسط ولا يخفض ولا يرفع، لان الملك كله لا تهب فيه نسمة هوى ولا تطرف فيه طرفة عين ولا يحدث فيه حدث صغير او كبير الا باذن الله. من خاف الله وحده خوف الله منه جميع خلقه، ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع خلقه. ويوم كان العلماء لا يخافون الا الله انتظمت مواكب الحياة بين العلماء والرعية والامراء. ويوم خاف العلماء على كراسيهم وعلى مناصبهم وعلى اموالهم وعلى دنياهم ارتبكت مسالك الحياة واصبح الحق باطلا والباطل حقا. اصبح الصدق كذبا والكذب صدقا. اصبحت الامانة خيانة والخيانة امانة. اصبحت الدنيا كما وصفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جامع رواه الحكيم الترمذي رضي الله عنه عن الامام علي كرم الله وجهه. اسمعوا هذا الحديث جيدا، وانا الان انتقل بحضراتكم الى حبيبنا محمد، وهو يبين لنا مؤشرات اذا حدثت في اي مجتمع حل به البلاء. يقول سيدنا رسول الله ماذا قال؟ يقول الامام علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فعلت امتي هذه الخصال حل بهم البلاء. اسمعوا هذا الحديث، انه كلام تنخلع له القلوب وتنفطر من هوله الافئده. ولقد قرات الحديث مره ومره وجدت جميع المؤشرات فينا. اذا صار المغنم دولا والزكاه مغرما والامانه مغنما واكرم الرجل صديقه وجفى اباه واطاع زوجته وعق امه وتعلم لغير الله، واكرم الرجل مخافة شره واصبح سيد القوم ارذلهم ولبسوا الحرير وشربوا الخمور واتخذوا القينات والمعازف ولعن اخر هذه الامة اولها، فليرتقب الريح الحمراء والخسف والمسخ. تعالوا لنسلط الاضواء قليلا حول هذه المعالم في هذا الطريق. اذا ظهرت هذه الاشياء في امة الحبيب المصطفى حل بهم البلاء وعصفت عليهم الريح الحمراء. ومعنى الريح الحمراء اي الامراض الخطيرة
التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا. اذا صار المغنم دولا، اي اذا اخذ المال من الناس بالقوة والغصب، اذا اكلت اموال الناس بالباطل، هذا اول معلم من معالم الطريق، والذي نهى عنه مولانا تبارك وتعالى في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا أكلت الأموال بالباطل وسكت العلماء ولم يبينوا حكم الله، فهذا أول مؤشر يدل على أن المرحلة خطيرة. ولقد كان الإسلام دقيقا وحساسا في منطقة الأموال عندما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نبت جسمه من حرام فالنار أولى به. لقد بلغ من حضر المسلمين في منطقة الأموال أن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه جاءه رجل وقال له: يا إمام، أقرضني مبلغا من المال وهذه داري رهنا عندك. وعقد الامام معه عقد الرهن واعطاه مبلغا من المال. وحدث ذات يوم ان رجلا مر بالامام ابي حنيفة وقت الظهيرة والشمس حامية، واذا به يجد الامام واقفا في معاشر السادة الاعزاء، نحن الان مع الامام ابي حنيفة رضي الله عنه وهو واقف في حرارة الشمس وامامه ظل البيت الذي اصبح مرهونا عنده. فقال له الرجل: يا امام، لماذا اراك واقفا في حرارة الشمس وظل البيت امامك؟ فقال له الامام رضي الله عنه: ان هذا البيت مرهون عندي، وانا اخشى ان وقفت في ظله ان اكون قد انتفعت به فيسألني الله عن ذلك يوم القيامة. انني اخشى ان اقف في ظل هذا البيت وهو مرهون عندي فاسألني الله عن ذلك يوم القيامة. انها منطقة خطيرة، منطقة المال، منطقة المال، وعلى رأس الاموال كلها مال اليتيم. واكل مال اليتامى يخرج من قبره يوم القيامة والدخان يتخلل جوارحه. الدخان يتخلل حواسه. الامام ابو حنيفة النعمان
اشتروا على اكل الربا واكل الحرام، اكل الربا الذي يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اكل لقمة من ربا تعدل 36 زنية يزنيها الرجل، ومن نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. اذا صار المغنم دولا وصارت الزكاة مغرمة، منع الناس الزكاة وقالوا ان فيها غرامة وهلاكا للاموال، والله تبارك وتعالى ينذر مانع الزكاة فيقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اذا صارت الزكاة مغرمة، ومن هنا فان رجلا جاء الى الامام الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري وقال له: يا ابا ذر، لقد مات اخي وبعدما دفناه وانصرف الناس عن المقابر سمعت صراخا ينطلق من داخل القبر. بعدما دفناه سمعت صراخا ينبعث من داخل القبر ويقول: آه آه، لقد افردوني وحيدا اعاني العذاب. فاخذتني الشفقة باخي فنبشت القبر واذا بي اجد طوقا من نار في عنق اخي، فمددت يدي لانتزع الطوق فاحترقت يدي، واراها لابي ذر وبها اثر الحروق، ولما لم اجد بدا اهلت التراب على اخي وانصرفت. فقال له ابو ذر: وماذا كان يفعل اخوك في حياتي؟ قال له: يا ابا ذر، لقد كان يصلي ويصوم ولكنه لا يؤدي زكاة ماله، كان يصلي وكان يصوم ولكنه لا يؤدي زكاة ماله. فقال له ابو ذر: يا هذا، ان اخاك ممن قال فيهم الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فهذا المال يطوق به الإنسان، ولكن الله عجل العذاب لأخيك في قبره ليخفف عنه يوم القيامة. صارت الزكاة مغرما، صارت الزكاة في نظر الناس غرامة، صارت الأموال تدفع في الحرام بكل ارتياح، الأموال تنفق على المسارح وتنفق على الشواطئ وتنفق على الخمارات وتنفق في شارع الأهرام، تنفق على ما حرم الله بسخاء، تنفق على بائعات
صارت الأمانة مغنما، الأمانة صارت مغنما، الوديعة صارت غنيمة. تعطيه الأمانة ثم تطالبه فينكر ذلك إنكارا شديدا، فتطلب منه أن يقسم بالله أنه ما أخذها، فيجري يمين الله على لسانه دون خوف من الله. واليمين الكاذبة كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، اليمين الكاذبة تظهر الديار بلاقع، أي أنها تخرب البيوت من المال والأهل والولد. صارت الأمانة مغنما عند الناس، وأيسر كلمة يقولها من ائتمنته أن يقول لك إن للمحكمة 7 أبواب فاذهب إلى أيها شئت. فماذا يقول ربنا لمن أكل الأمانة؟ يأتي الله بآكل الأمانة في الآخرة ويقول له ادفع إلى صاحبك هذا أمانته الذي استأمنك إياها. فيقول الخائن يا رب ومن أين آتي بها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول مولانا تبارك وتعالى اذهبوا به لكي يدفع الأمانة إلى صاحبها. فتأخذه زبانية النار إلى بئر عميق الأغوار، ويقال انظر في هذا البئر، فيجد الأمانة في قاعه، فتقول له الملائكة انزل لتحضر الأمانة لصاحبها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. الأمانة، الأمانة التي أكلت واغتنمت وصارت غنيمة. ثم بعد ذلك يواصل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الجامع فيقول واطاع الرجل زوجته وعق امه. وهذا مؤشر خطير، اطاع زوجته في كذبها وفي غضب الله، وعق امه وكذبها في طاعة الله. وهذه حال الناس في ايامنا هذه، يوم يعقد الشاب عقد زواجه على فتاة، فان اهل الفتاة يشترطون عليه ان يطلق والديه طلاقا ثلاثا، طلاقا بائنا بينونة كبرى لا رجوع فيه بعد ذلك. اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفى اباه، بر الصديق وقدم الخيرات الى الناس، وابوه في مسيس الحاجة الى كلمة طيبة. ولذلك جاء رجل الى الحبيب عليه الصلاة والسلام، اتاه وهو يبكي وقال له يا رسول الله ان ابني هذا كان فقيرا وانا غني، وكان ضعيفا وانا قوي، وكنت انفق عليه من مالي، فلما صار هو قويا وانا ضعيف، وصار غنيا وانا فقير، حرمني ماله. هذه هي الدنيا، الدنيا هكذا. نحن في ايام اذا تأملتها خيل اليك ان القيامة قد قامت،
نحن في ايام يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. كم من اخوة كانوا على الخير والشر، كم من اخوة كانوا على نوائب الزمان يدا واحدة، كم من اخوة عاشوا في رحم واحد ورضعوا من ثدي واحد واكلوا من رغيف واحد وناموا في مهاد واحد. كان ذلك قبل زواجهم، فلما دخلت النساء حياتهم غيرت صلاتهم وقطعت ارحامهم. والله انا لا ابالغ اذا ما قلت لحضراتكم ان هناك اخوين كانا يعيشان كانهما قطعة واحدة، ولما دخلت النساء في العلاقات الاخوية كانت وصية احدهما وهو على فراش الموت، كانت وصيته الا يحضر اخاه غسله ولا يمشي في جنازته. وصية، وصية اخ لاخيه، وهما اللذان عاشا في رحم واحد 19 ورضعا من ثدي واحد واكلا في رغيف واحد وعاشا في مهاد واحد. غيرت النساء قلوبهما تغييرا كتغيير الليل اذا ما رحل النهار. كانت العلاقة بينهما قبل الزواج كالشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. ولما دخلت النساء في حياتهما اصبحت العلاقة بينهما كالليل اذا يغشاها. اسودت القلوب، تغيرت النفوس حتى بلغت ما بلغت من ان احدهما اوصى ان هو مات الا يحضر اخوه غسله والا يمشي في جنازته، الا يودعه الوداع الاخير. وجاءته سكرة الموت بالحق، واذا بزوجته تقف على باب الحجرة التي مات فيها زوجها وتمنع اخاه من الدخول ليلقي النظرة الاخيرة على اخيه، وتقول له لا تغير وصيته ولا اقبل لك ان تغير الوصية. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا، وهكذا الايام، هكذا الدنيا. وما الحياة الدنيا الا متاع غرور. يا سيدي يا رسول الله، اطاع الرجل زوجته وحق امه وبر صديقه وجفى اباه، ثم ماذا بعد هذا؟ ثم ماذا؟ شرب الخمور؟ نعم، الخمور اصبحت الان في غالبية المحال التجارية في صورة بيرة، في صورة كينا، في صور متعددة. دخلت الخمور الديار وشربت الخمور، والحبيب عليه الصلاة والسلام يلعن الخمر ويسميها ام الخبائث. شربت الخمور، لبس الحرير، اتخذوا القينات والمعازف، اتخذوا القينات اي الفتيات المغنيات، اتخذت المعازف وآلات المغنيات
الموسيقى طربا، لعن اخر هذه الامة اولها. اذا ذكر الصالحون من امة الحبيب محمد قال المتفرنجون انها رجعية، ونريد التقدم ونريد الحضارة، والله يعلم ان اصحاب النبي هم الذين فتحوا الدنيا ونحن الذين ضيعناها، وهم الذين بسطوا اجنعة الرحمة على المجتمع ونحن الذين غيرناها وسودناها. يعلم الله ان الرجعيين هم الذين يلومون التمسك بالاسلام، يعلم الله ان المنحرفين هم الذين سرقوا اموال العباد، الذين يرمون اصحاب الحبيب بالرجعية والتأخر. اسمع يا اخ الاسلام، اسمع الى حالنا، اسمع الى حالنا وكيف وصلنا الى ذروة ما بعدها ذروة في الانحراف عن الله والبعد عن حدود الله. هناك اموال للمسلمين تبذر بذرا وترمى في الارض بغير حساب، هناك اموال للمسلمين تهرب الى هناك حيث لا يعلم هناك الا علام الغيوب وحده، فمن هم خير واحسن نديا، اصحاب النبي ام هؤلاء المعاصرون الذين يلقون اللوم على شريعة رسول الله. لقد بلغ من حرص المسلمين على اموال المسلمين ان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دخل ذات ليلة على امير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعمر كان يجلس ويكتب مرتبات الموظفين وبجانبه فتيلة توقد بالزيت. لم يكن يجلس في ضوء نور النيون ولا الفلوروسنت، انما كان يجلس في ضوء مصباح زيتي. ولما دخل عليه علي ساله امير المؤمنين: اجئتنا يا علي في امر يخصك ام امر يعم جميع الامة؟ فقال له علي: ولم تسألني هذا السؤال يا امير المؤمنين؟ قال له: ان كنت جئتنا في امر يعود على الامة بالخير تركت المصباح مضيئا، وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفأت المصباح حتى لا نستعمل اموال المسلمين في غير مصالح المسلمين. نقطة من الزيت، نقطة من الزيت لا يرضى امير المؤمنين ان يبددها، ويرى انها من مال المسلمين ولا يجوز تبديد مال المسلمين باي حال. نقطة من الزيت يا امير المؤمنين، يأبى عليك قلبك الرحيم ان تذهب في غير صالح المسلمين، وملايين المسلمين ترمى في عرض البحار دون ان يكون هناك رقيب من داخل انفسنا نخاف به الله، بل ان المسلمين الان يقتل بعضهم بعضا، ان المسلمين الذين يحرقون بالنار في الفلبين من الذين يمدونهم بالبترول؟ المسلمون انفسهم، المسلمون يمدون الفلبين بالبترول ويحول البترول الى نار يحرقون بها كل من يقول لا اله الا الله.
اصبح المسلمون يخربون بيوتهم بايديهم. ولو ان البترول منع عن الفلبين قليلا لجاء حاكم الفلبين راكعا وساجدا امام عتبات المسلمين. ولكننا يا للأسى تحولنا الى رحماء مع الكفار اشداء فيما بيننا. رحماء بالكفار اشداء فيما بيننا. اللهم ارحمنا برحمتك. اموال المسلمين يحرق بها المسلمون. اموال المسلمين يحرق بها المسلمون في الفلبين. ما هذا؟ ما هذا؟ ان هناك حادثا اليما حدث في الفلبين يجب على المسلمين ان يعوه وان يحفظوه. جاء الكفار في الفلبين بنساء المسلمين واطفالهم. جمعوا من نساء المسلمين في الفلبين واطفالهم 5000 وقالوا لهم تعالوا بعيدا عن الغارات والنار. ولما ركبوا السفن واقلعت بهم في وسط البحار رموهم واحدا بعد واحد اطفالا ونساء في عرض البحر فماتوا غرقا. 5000 5000 من مسلم الفلبين يموتون غرقا. ودول البترول تمد مركز تمده بالبترول ليحرق به كلمة التوحيد، ليحرق به المسلمين هناك والمسلمون فيما بينهم في خلاف. يا سيدي يا رسول الله، كأنك تستشف الحجب وكأنك تنظر من عالم بعيد الى ما نحن فيه، فترى ما نحن فيه الان كأنه ماثل امامك. صار المغنم دولا، وصارت الزكاة مغرما، واصبحت الامانة مغنما، واطاع الرجل زوجته وحق امه، وبر صديقه وجفى اباه، وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات والمعازف، واكرم الرجل مخافة شره، وصار سيد القوم ارزلهم، ولعن اخر هذه الامة اولها. والعلماء غافلون ينامون نومة اصحاب الكهف والرقيم، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. الخمر تباع علنا والربا يتعامل به رسميا، وشارع الهرم ليلا ونهارا يعلن الحرب على رافع السماء بلا عمد. والغش في معاملاتنا وسب دين الله اصبح لغتنا، والرشوة اصبحت قانونا عندنا. ومن قال لا اله الا الله نظروا اليه غضبا وشبرا. وفضحنا على صفحات الجرائد لدرجة ان جريدة الجمهورية نشرت بالامس خبرا، عندما قرأته قلت لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا هذا الخبر كما هو. بالامس الموافق 8 من ابريل 1976 نشرت جريدة الجمهورية خبرا يتعلق بوزارة الاوقاف،
وقالت في هذا الخبر ان وزارة الاوقاف تقوم بقطع اشجار المساجد وتبيعها في المزاد العلني. والى هذا الحد اخذت اقبل قراءة الخبر. فماذا قالت الجريدة؟ قالت ولقد باعت وزارة الاوقاف من اشجار المساجد 61 شجرة لاحد تجار الخشب بالجمالية، 61 شجرة بمبلغ وقدره 85 جنيها. ثم قالت الجريدة مع ان الخبراء قالوا ان الشجرة الواحدة تساوي 600 جنيه، 61 شجرة ب85 جنيه، مع ان الشجرة الواحدة تساوي 600 جنيه. هكذا قالت جريدة الجمهورية. ثم قالت بعد ذلك وليس الامر في حاجة الى تعليق، وانما هو في حاجة الى تحقيق. وبعد ذلك لا كلمة لي الا ان اقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الذي اطالب فيه من هذا المكان باعلى صوتي ان ترد الى المساجد كرامتها. ان كان هذا الخبر كاذبا فكذبوه، وان كان صادقا فقولوا لنا ما حقيقة هذا الكلام حتى نبعد بيوت الله عن هذه الكلمات. الم يبقى في المجتمع الا بيوت الله؟ واذا كنا سنتاجر كما قالت الجريدة في اشجار المساجد، فماذا يحدث غدا او بعد غد؟ اسنعرض المنابر للمزاد العلني؟ انعرض مراوح المساجد للمزاد العلني؟ نريد تحقيقا في هذه الكلمة، هل هذا الخبر صحيح؟ ان كان هذا الكلام الذي نشرته الجريدة صحيحا فقولوا لنا كيف بيعت هذه الاشجار. ومن هذه الاشجار التي بيعت 4 شجرات في هذا المسجد وقد تم قطعها بالفعل، ونحن نريد ان نظهر كما فضحتنا جريدة الجمهورية، نريد ان نتبين وجه الحق في هذا الخبر. فان في مصر شيوعيين، وفي مصر صليبيين، وفي مصر وجوديين، لا تشمتوا بنا اعداء الدين حتى لا يقال قائلهم ان المسلمين يتاجرون في اشجار المساجد. اظهروا الحقيقة في هذا الخبر. ان الجريدة اليومية توزع هنا وهناك. هل بلغت الفضيحة بنا حتى في بيوت الله؟ نريد اظهار الحقيقة لان وجوهنا اصبحت لا تقوى على المواجهة. اذا كان من نشر هذا الخبر صادقا فاظهروا لنا وجه الحق، ان كان كاذبا فقولوا لنا ما وجه الصدق. ان بيوت الله يجب ان تظل مرفوعة رؤوسها، لان الله يقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، لقد لعن اخر هذه الامة اولا. انني اقولها والاسى يملك علي جنبات قلبي. اصبحت الحياة مادة، واصبح الناس اذا رأوا الجنيه يقولون له اياك نعبد واياك نستعين. يا معاشر السادة، الحرام لا يدوم، واذا دام لا ينفع،
والظلم لا يدوم، واذا دام دمر. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطاء